دكتور عمرو قنديل رئيس قطاع الطب الوقائي بوزارة الصحة والسكان قال إن الوزارة هتطلق حملة قومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال أواخر شهر فبراير اللي جاي. قال رئيس قطاع الطب الوقائي كمان إن الحملة هتستهدف تطعيم الأطفال في الفئة العمرية من يوم وحتى 5 سنوات عشان نرفع مناعتهم ونحافظ على مصر خالية من شلل الأطفال. ده تم الإعلان عنه طبعا، ده ضمن الحاجات اللي تم إعلانها في 2006 ضمن الأهداف للدولة أن احنا نقضي على شلل الأطفال في مصر. أوضح كمان أن الحملة بتستهدف 15 مليون طفل، وقال أنها هتنقسم ما بين فرق ثابتة بجميع المنشآت الصحية وأماكن التجمعات وفرق متحركة للمرور على المنازل والشوارع والميادين للوصول لأكبر عدد ممكن من أطفال مصر.